كاين هذا وكاين هذاك لا اللي كندخلوا معاه الباريال انا كنت ما مشيتي انفاس برايس. عدنا اليكم من جديد من ميراجان بولفار بالدار البيضاء. الميراجان توقف واغماءات واصابات كثيره كما كتشوفوا معنا مشاهدينا، اصابات واغماءات كتزايد. ميراجان البولفار اغماءات خطيره ووجود عصابات لداخل، عصابات لملتمه هزه مع اسلحه بيضاء وعكاك الزواعصي وحجاره. شوفوا معنا مشاهدينا عدد الضحايا وعدد الاصابات اللي كاينين. فوضى خطيره بمهرجان البولفار. هذه هي سيارة الإسعاف الثالثة اللي جات هزات عدد ما كيتراوح ما بين 4 و5 ضحايا كديهم للمستشفى. شوفوا معنا مشاهدينا شحال ديال الضحايا جايين، شحال من واحد صاب بمهرجان البولفار. والسبب مجموعة من الملتمين اللي عندهم العصي وعندهم أسلحة بيضاء وعندهم عكاكز داخلين بها. والمشكل كيفاش دخلوا هاد العكاكز للمهرجان، كيفاش دخلوا قراعي الدجاج. فوضى خطيرة جدا بمهرجان البولفار. مع العلم دابا البولفار توقف دابا الحفل. عصي وحجارة وقنينات من الدجاج كتشاير وسط من سطات البولفار، فوق من الخشبة كيوصلها الدجاج. إصابات، الناس مشى عليهم ديالهم. محمد فوضى خطيره واستنفار امني هنايا بالوازيز مهرجان البولفار. مجموعات ديال الشباب اللي ملتمين كيجريو عريانين، اللي جا قدامهم كيدوزو فيه، اللي جا قدامهم كيديو ليه تليفونو كيضربوه بالعصي بلا رحمه بلا شفقه. سوء تنظيم، فعلا سوء تنظيم بهذا المهرجان. معنا واحد السيد، بلاتي خويا انت شطرالي خويا. بالنسبه لهذا الشيء اللي شفنا اليوم صراحه، واش هذا التنظيم، هاد الناس اللي كينظموا مثل هاد المهرجانات، يعني هاد المهرجانات اللي كتعلم غير الاولاد ديالنا وتتعلم الاخوان ديالنا غير المخدرات والخمر، يعني هادشي اللي كيعطيو للوليدات ديالنا، يعني تيعطيهم كيمروا لهم مثل هاد الثقافه هادي، يعني اللي كتخرج على الابناء ديالنا وكتسيء لهم. يعني الثقافه ديال الابناء ديالنا راه مشات، يعني شنا الهويه ان شوف شحال ديال الاعتداءات على هاد الابناء هادو. ما فهمناش داخل شفنا بنادم عنده العصي والعكاز، علاش غيتنظم؟ علاش غيتنظم؟ لان لا شوف الامن الحمد لله راه خدام، الامن راه كاين، ولكن هاد الناس المنظمين هما اللي خاصهم ما يبقاوش ينظموا بحال هذا. اما الناس ديال الامن الحمد لله تنشوفوا الناس ديال الامن من الصباح هما تيدخلوا. كاين الامن، يعني رجال الامن كاينين هكا، ولكن هاد الناس المنظمين، هاد الناس المنظمين خاصهم يحيدوا مثل هاد المهرجانات، لانها كتزيد غير الخدمه وكتزيد المرض، وكتعلم هاد الابناء غير المخدرات والخمر، هادشي هو اللي كتعلمو. انا مثل هاد الامور خاصها تحيد من هاد واش الناس ديال الامن، واش الناس ديال الامن غيبقاو خدامين مع هاد العجينات؟ راه خصهم، راه كاين امور اولويه، ماشي يديروا هاد المهرجان اللي كيعلم المخدرات وكيعلم هادشي ويجيو يشغلوا الابناء، يعني كيلهيوهم بهاد الثقافه هادي. انا كنتمناو هادشي يتعاد فيه النظر وما يبقاش يتنظم هاد المهرجان اصلا. المغرب ديالنا هنا في مدينه الدار البيضاء ما يبقاش يتنظم مثل هاد المهرجان هذا. كنتمنى هاد الميساج. شكرا. شوفوا معنا مشاهدينا سياره الاسعاف شحال مواعد كيتزاد عليها، شحال من واحد جاي مضروب، شحال من واحد مجروح. شوفوا معنا مشاهدينا سيارة الإشعاع أمام السيارة شنو واقع. وي مشى لينا هذا الخي مشى. مشى. كيف مضروب فيه؟ ها هو. ها هو. مشينا شي حاجة. الآخر اللي كان مضروب فيه. كان مضروب في راسه. ها هو واحد آخر، شاه هو مضروب.
شوفوا مشاهدينا، شوفوا مع هذه الفتاة مشاهدينا كل هدم داخل في سيارة الإسعاف. هادو جوج شبان اللي هابطين مضروبين في ريوسهم كلهم دم. شوفوا معنا مشاهدينا، شوفوا معنا مشاهدينا الحالة اللي خرجوا فيها مساكنة الشبان. عدد كبير ديال الشباب اللي تربوا وتجرحوا وتشفروا في هذا المهرجان. شوفوا مشاهدينا سيارة الإسعاف شحال عمرها، شوفوا مشاهدينا شحال من واحد مجروح. فوضى كبيرة في هذا المهرجان.